عليكم، معكم فاطمة من قناة زوزو زيت، مقطع جديد، حلقة جديدة زي ما انتم شايفين. وجبت لكم ولد خالتي عشان هو جاء اليوم، وانا حابة اسوي معاه مقطع. اسمه المقطع تحدي التذوق، وفي نفس الحلقة راح اسوي تحدي الحلاوة الحامضة. فدحين راح نبدأ اول حاجة بتحدي التذوق، ويلا نشوف. انا اول حاجة جبت هذا، كتبت عليه تحدي التذوق وحطيته في الظروف. الظرف الاول فيه له اشياء، والظرف الثاني برضه فيه له اشياء. يلا نشوف الأشياء اللي فيه. الظرف الأول راح نفتحه، فيه له حار نار، وفيه له هذه الحلاوة بطعم البيبسي. والظرف الثاني فيه له هذه الحلاوة، وهذه الحلاوة وحلاوة طويلة. طبعا هذه الأشياء كانت عندنا في البيت من زمان، و الكاميرا طاحت. كانت هذه الأشياء معانا في البيت من زمان، بس إحنا ما أكلناها، ودحين راح نجربها. ويلا نشوف. أول شيء راح نبدأ الحار نار، وجبنا صحون عشان نكوب شوية منها، وبعد ما أكوب أوريكم. دحين راح ناكله. شوفوا حقي، هذا حقه. ويلا نبدأ. بسم الله، اللي يخلص أول. عجبني. عجبك؟ انا اديته لايك، حتى رديته لايك. آسفة على الإزعاج هذا، الآن عندنا ضيوف وفي إزعاج. هذا حقي ما أقدر آكله. ما خلصته وهو خلص، راح ننتقل للحاجة الثانية. ايش تختار؟ اختار الحلاوة الطويلة. راح نختار هذه الحلاوة الطويلة ونقسمها ونشوف. كذا قسمناها، ويلا دحين راح ناكلها. عجبتني. عجبتني. رح نكملها. هذه مرة حامضة. راح اختار هذه الحلاوة. والحلاوة 8، وبعد ما قسمناها 4 4. يلا نشوف ده كلها. عجبتني. عجبتني. بس نختار دي، راح نختار هذه. فيها 6 حبات، الرابعة راح ياكلها كلها. الواحدة بس. يلا، عجبتني. عجبتني. آخر واحدة بتحب التذوق هذه.
هي كثيرة بس ما رح نقدر ناكلها، رح ناخذ واحدة واحدة. الحين رح ناكل الحلاوة. بس انا ما احب كمية فحاولت عليهم. والحين نجي لتحدي الحلاوة الحامضة. او يلا هذا الضرب حق الحلاوة الحامضة. او يلا فكينا الضرب. طبعا فيها 8 حلاوة حامضة، انا رح اخذ 4. رح اخذ 4 ونفكها. فاصل ثم نواصل. ودحين جبنا معانا مويات عشان لو حسينا بطعم الملح راح نشربه. يلا نبدا. اكلت هديكي ملح مركز فيها. طبعا انا ماني قادرة اكلها، هو الفايز اكيد اكيد هو الفايز لان اكلها. انا بقي لي 3 حبات لان فيها ملح كتير. ودحين رح اخذ العقاب، رح اشرب الشطة، وإذا ما في شطة راح آكل فلفل، وإذا ما في فلفل راح أشرب ليمون. ويلا نشوف. إذا ما في ليمون جبنا الليمون ودحين راح آخده. بسم الله. حامض عصرته كله في فمي. وكانت هذه نهاية الحلقة. أتمنى تدوني لايك وسبسكرايب وشير. فجروا أم المقطع لايكات بليز بليز. مع السلامة.